النقطة كمان المهمة، وسيف مثلا اتكلم على ايه؟ على الجانب الإداري. المشكلة في المكتب، المشكلة فين؟ في المكتب. طيب حضرتك لما كنت في المكتب في اتحاد الكرة مشيت ليه؟ قول لي السبب. مشيت ليه؟ ما انت كنت في المكتب اهو، كنت عارف تدير ولا مش عارف تدير؟ عرفت تدير ولا لا؟ ما عرفتش طبعا، عشان كده مشيت، عشان كده مشوك. طيب اللي في ايده، اللي ايده في الميه مش زي اللي في ايده، اللي ايده في النار. تمام. فانت واخد توجه واضح جدا، سواء انت او هو، واخدين توجه واضح جدا جدا، مش بص باين للناس كلها. وبعدين النقطه كمان المهمه واللي حابب اتكلم فيها، وهي موضوع ان الاهلي بيخسر صفقاته، وصوره بتحاولوا تصدروها للناس ان الاهلي بيخسر صفقاته. هتقولي يا جماعه كده احنا مع بعض اهو، ها ابعتوا لي على صفحات القناه انا ما عنديش مشكله وارد عليكم. الاهلي خسر صفقات ايه؟ قول لي الصفقه اللي دخلها النادي الاهلي خسرها. طيب انت بتقول رمضان صبحي، ماشي رمضان صبحي الاهلي اتفق معاه وخلص كل حاجه. هدرسفيلد الاهلي خد منه مكاتبه رسميه بالموافقه على المبلغ اللي تم الاتفاق عليه مع اداره هدرسفيلد، واللاعب بتاعك خلاص خد منه امدته واعلن رسميا ان هو بتاعك، والموافقه موجوده في النادي الاهلي. لاعب غير رايه هو حر، له مطلق الحريه، لان هو مش على قوتي كنادي. كده انا بقى خسرت صفقه وانا اشتغلت عليها صح ونجحت، ونجحت مع هدرسفيلد في الحصول على الموافقه بخصوص رمضان. ادي رمضان. هتقول لي شريف، شريف ده واحد اعلن رغبته من شهر يناير اللي فات ان هو ماشي. الاهلي ما يمسكش في حد عايز يمشي، انتوا عارفين كده. الاهلي ما يمسكش في حد عايز يمشي. كده بقى الاهلي غلطان في موضوع شريف. مين تاني؟ مين قال لك؟ مين؟ عبد الله السعيد. احنا هنفضل بقى كام سنه في موضوع عبد الله السعيد؟ هو عبد الله السعيد مشي من الاهلي امتى؟ من 3 سنين فاتوا، 2017. احنا داخلين على 2021 بقى، احنا يا سيدي في 2021 دلوقتي، يعني من 3 سنين فاتوا. عبد الله هنفضل كل سنه في عبد الله السعيد مشي؟ مشيته عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد مشي؟ لا، عيب كبير قوي، ما اقدرش اقول غير كده طبعا. لو قلت غير كده ما بفهمش في الكوره. لعيب تقيل وجامد جدا، لكن الاهلي ما بيزعلش على لعيب مشي من عنده. وبعدين لما مشي عبد الله احنا بناخد الدوري في 3 سنين. لما مشي عبد الله احنا وصلنا نهاية افريقيا وخسرنا بفعل فاعل من غير عبد الله. لما مشي عبد الله خدنا السوبر المصري. لما مشي عبد الله احنا مكملين في مسيرتنا. لما اعتزل الخطيب احنا مكملين في مسيرتنا. الاهلي مكمل. اي حد بيمشي الاهلي مكمل. لما مشي ابو تريكه الاهلي مكمل وبياخد بطولات. لكن واضح بتحاولوا ترضوا مين؟ واضح. واضح الاتجاه رايح لفين. فبصراحة الموضوع بقى يعني باين للناس جدا جدا يعني. وبعدين سواء سيف أو إبراهيم، في الحقيقة يعني مش عارف أقول إيه. في الحقيقة أنتوا للأسف الشديد، للأسف الشديد جدا جدا ظهر شكلكوا الحقيقي امبارح للجمهور. الأهلي فوق الجميع، وهي مش مجرد كلام بيتقال وخلاص. ها؟ لما انت كإعلامي ما شاء الله عليك، سواء انت او هو مميزين، تمام؟ وتطلع تقول كلام غير منطقي، الناس هتقول عليك ايه؟ هتقول لي ما انت في قناة الأهلي لازم تقول كده. وانت بتطبل. طيب انا يا جماعة انا ماليش علاقة بالتطبيل، اقسم بالله ما ليا علاقة بالكلام ده، ولا بطبل ولا حاجة، وما بقولش أي حاجة غير لما أكون مقتنع بيها. تمام؟ بالمناسبة أنا موجود في قناة الأهلي بقالي سنين كتيرة جدا، اشتغلت مع مجلس حسن حمدي، مع مجلس محمود طاهر، مع مجلس محمود الخطيب، مع كامل الاحترام والاحتفاظ بالألقاب. يعني أنا بشتغل موجود في النادي الأهلي. همي اسم النادي الأهلي، بصراحة من الآخر يعني، عشان بقى تقفل الحتة دي. لكن في كل الأحوال أنت اللي اتفضحت. تمام؟ أنت بتتكلم على الجانب الإداري يا كابتن سيف. أنت معروف الشلة بتاعتك. اللي بتنزل انتخابات مجلس الشعب، اللي بتنزل انتخابات مجالس ادارات انديه، ها، وانتخابات اتحاد الكوره، شله كده مع بعض، ومش هتكلم اكتر من كده. لان في ناس كبيره ولازم يكون ليهم كل الاحترام والتقدير. لكن لما هنلاقي ان الناس خلاص لما صدقت الاهلي خسر ماتش
عشان تخلص عليه، لا مش هيحصل. الاهلي مش هيتخلص عليه. وبعدين ابراهيم قال لك ايه؟ قال لك الفرقه فاضيه. ازاي الفرقه فاضيه؟ والنبي اقنعني. يعني ما هو يا تقنعني يا اقنعك. الفرقه الفاضيه دي، ها، اللي فضيت دي، هي الفرقه اللي كسبت سان داونز وصعدت لنص النهائي. هي الفرقه اللي دلوقتي محتله المركز الاول في بطوله الدوري بفارق كبير من النقاط. نفس العناصر. اقول لك تشكيلات الاهلي في ماتش سان داونز، ماتشين سان داونز. الاهلي لعب بالشناوي في الماتش الاولاني، كسبنا فيه 2-0 في القاهره. الشناوي، احمد فتحي، محمود متولي، ياسر ابراهيم، علي معلول، دول موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. السولية ديانج، موجودين ولا مش موجودين؟ ها موجودين، ماشي. الشحات وقفشه واجاييه ومروان، موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. صح ولا انا غلط؟ تعالى في تشكيل مباراه اللي هي بتاعت 1-1. الشناوي، معلول، ربيعه، ياسر، فتحي، موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. عمرو السولية، ديانج، متولي، جيرالدو، باجي، اجاييه، حد فيهم مشي من الاهلي؟ رد، قول لي، اقنعني. ما حدش فيهم مشي من الاهلي. هتقول لي طب ما هو رمضان مشي، هو رمضان لعب الماتشات دي؟ امكانيات عظيمه رمضان، تمام، امكانيات عظيمه، بس احنا معظم الماتشات بنلعب من غير رمضان، وكل الماتشات اللي لعبناها من غير رمضان احنا كنا بنكسب. اهمهم كان ماتشين سان داونز، كسبنا وصعدنا. اذا ايه؟ اذا الاهلي ما يتاثرش بغياب اي حد. اذا ايه؟ اذا الفرقه مش فاضيه.